الله اعلم. يعني يجوز تمثال. ايه كميه التشكيك ده؟ ما هو طبعا تمثال. انت فاكر سندوتش وعكون بتاكلهم يا طب نورني دول. ايه ده؟ ده حتحور اله الجمال عند الفراعنه. يعني هو ده بقى اسمه جمال بقى؟ لا اسمه حتحور. يعني جمال ده ابوه. اسمه حتحور جمال عبد الستار. انا بكلم معاك ليه؟ انا بتكلم. اوعى ولا خلاص يا دول بقى. اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ما عندناش زباين. ما عندناش زباين ليه؟ انت بتكره الزباين ليه يا قول بقى؟ يلا اهلا وسهلا معلم فنطاس. معلم عادل ازيك؟ ازي صحتك؟ يا كنت غطسان فين الفتره اللي فاتت يا معلم فنطاس؟ اتفضل اتفضل اتفضل. ارتاح بس وهقول لك على كل حاجه. ايه كنت فين؟ هاخد نفسي وهرسيك على الفوله كلها. طب اروح اجيب لك كوبايه ميه تنشف بيها ريقك؟ يلا يلا. ميه ينشف بيها ريقه؟ انت عايز تبيع الميه في حاره المفنطسين؟ حلو حلو. مين معاكوا بقى؟ مش هنبطل طرطشه في الكلام ولا ايه؟ على اساس ممتاز. دخل معانا دخل. ماشي يا معلم عادي. طبعا انت بتسال نفسك المعلم فومطاس كان غطسان فين الثلاث سنين اللي فاتوا دول؟ لا صراحه ما سالتش نفسي في حاجه زي. لا دي عاديه عاديه. طب ما تسيبه. ما تخيرش نفسك. انا هقول لك. ايوه سيبه يا دوله بقى يحكي شويه يا عم. انا بقالي كتير قوي ما حدش كذب عليا. يلا اكذب. من ثلاث سنين. ها وبعدين؟ جالي خبر ان في مقبرة في الأقصر الباب بتاعها مش عايز يتفتح. قوم انا بقى عملت ايه؟ قوم بقى انت خدت نجار ورحت معاه فتح لك الباب. بالظبط كده. خدت النجار وروحنا فتحنا الباب. قوم لقينا ايه؟ ايه اكيد بقى ذهب بقى وماس ومرجان وكوكتيل وحواوش وفلوس كتير. حواوشي ايه اللي في المقبرة؟ بس يا غبي بس. لقينا باب تاني. قوم فتحناه. لقينا باب فتحناه. لقينا باب فتحناه. هو انت رحت على الاقصر ولا رحت على الموسكي؟ ايه كميه الباب ده؟ النجار تعب جدا معاه. اكيد. ثلاث سنين بنحفر تحت الارض وفجاه يا معلم عادل لقينا نفسنا طلعنا على البحر في العجمي. ايوه كان بقى معاك بقى ساعتها مايو ولا الرحله ضاعت عليك بقى؟ لا اكيد طبعا طلعت من هناك بقى ايه مثلا باتنين كيلو بوري وسلطات ولا ايه؟ انا طلعت بدول. ايه دول؟ دي اكيد بقى كلونيا دي فرعوني بقى. هات بخه والنبي هات بخه. هات بخه. دي ايه دي يا معلم؟ الدم الفرعوني ده اكسير الحياه. لون الاحمر ده؟ واكيد الاصفر ده دي مانجا فرعوني. دي عويس الحياه. انا ما بهزرش يا معلم عادل ما بهزرش. انا بقالي ثلاث سنين بحفر في الاقصر عشان اطلع بدول من اسكندريه. طب ما روحتش لاسكندريه على طول يا عمي؟ قال يا جدع يا جدع ما تسيبه هو يا ما هو من الاقصر لاسكندريه. انت مالك انت مالك؟ الراجل عايز غاوي فحر. عايز ايه مني طيب؟ الدم الفرعوني ده في ناس كتير قوي ليل ونهار بتبحث عنه ومش لاقياه. طب وده بقى محدش بيبحث عنه يعني مش مطلوب؟ من الاخر كده يا معلم عادل. شوف لك بيعه. ها شوف لك صرفه وليك النص. طب انا ايش ضمني ان البضاعه دي مش مضروبه مثلا؟ وعايز نعمل ايه يعني؟ اثبت لي انها صالحه للاستعمال الادمي. يعني اشرب شويه منها. ماشي. ايه 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 يا ابني الصوت اللي انت عامله ده؟ ما تشرب من غير دوشه. دول ما انا بصطاد المانجا يعني كده. ما هتصطادش ما تصطادش. مش عايز صوت. طب اوطي الصوت اغرزها كده واوطي. ايه ده على اساس ايه انك انت بتسمعني اغاني يعني ولا ايه؟ خلاص يا دول اهو كده اهو احسن. ايوه ولا من غير صوت. ما تشربش. بص انا اساسا مشدود سيبني لوحدي كده. دول هو المعلم فنطاس